حبيبي انا بقى اديك حاجه واحده، ده انا اديك حاجه واحده. انت عارف الان احسب الشهر الجاي، ولايه سنار، ولايه النيل الازرق، ولايه النيل الابيض، ولايات كردفان، ولايات دارفور، هتتقطع من الشهر الجاي، هتكون مفصولة من بورسودان كومبليتلي. ده معي؟ فسد فسد هتكون مفصولة كومبليتلي، سواء كان حرب أو عوامل طبيعية، الاثنين معا، الاثنين معا، حرب أو عوامل طبيعية بتاعت ربنا. كل الولايات دي هتتفصل تماما من العاصمة الوهمية في بورسودان. أنا بس على البرهان. الفترة دي صدرت مواشي سمو عربي، صدرته قطن، صدرته بعد مدني. دعم سريع ده عنده مخ حبيبي، ما في دولار بيجيك ياي. الدولار اللي بتتبجح بيه اللي بيصدروا لك ديل، باي باي. الولايات دي هتتفصل تماما بعد شهر، يعني الولايات دي هتنفصل يا بحرب يا بعوامل طبيعية. انفصال اقتصادي، يعني عوامل الخريف. يعني الآن ولاياتك دي كلها مربوطة بشارع ترابي واحد، أنا بكرة بعد بكرة بيستلموا عسكريا، وهيجي عليهم موسم بتاع خريف، موضوعك انتهى. انت هتنفصل من الولايات الشرقية كلها حربا وعوامل طبيعية بتاعت خريف، ما عندك حاجة تاني. هتصل السودان كيف؟ ها؟ والا لو اي ولايه عندها زي ما بيقولوا حدود مفتوحه مع دوله الجوار، اثيوبيا او جنوب السودان او تشاد او ليبيا، يبقى انت يا ياسر العطل بتبتل الولايات دي شنو؟ بنسالك السؤال ده يا ياسر العطل. ها؟ وفرت للناس المرضى والعيانين كميه العلاج؟ الغذاءات وفرت عليهم يا ياسر العطل؟ بتقول حرب. خطتك شنو الاقتصادية لشعبك؟ السايق قبل الحرب ده يا ياسر العطا وفرت لهم شنو؟ كده انتوا ماشيين بور السودان، هل في نية انكم تمشوا على بور السودان والشمال وبتين الكلام ده؟ والله نحن يعني ماشيين كل ولايات السودان، لأنه بتعنينا والشعب ده بيعنينا، لأنه شعب يعني أنا ما داير أقول مهمش، لكن شعب زي ما بيقولوا يعني مغتصب إرادته. كل ولايات السودان، شمالية، بورسودان، كسلة، القضارف، أوكي، سنارة، هو احنا على النيل الأبيض، احنا فيها الآن في جزء من أراضي النيل الأبيض موجودين، وخدماتنا واصلة للمواطنين، أوكي، وتعاملنا مع المواطن واصل. فرق كبير ما بين تعامل الدعم السريع وماليشيا دولة 56، في فرق كبير جدا في بنصل الولايات، لكن 200 دي خطة عملياتية. نحن ما زيهم، ما زيهم ولا زي ناس كباش يجي القطار يقول لك ادوني كلام قوي انكم ماشيين مدني. لا لا لا، نحن تلقانا بس قدامك، نحن مدني دي لما جينا قلنا للناس جايين تلقانا قدامك بس، لكن 200 ما عندك بها شغل، لكن بنجي بالسودان، نجي شندي، لكن 200 دي خطة بتاعت عمليات ما مسموح انه اي قائد يبوح بها.